السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفزيون آتي آه. أفتح ند الأحمر شغال في حالة ستاند باي. أفتح فعليا فتح تلفزيون فتح، ولكن عامل شاشة بيضة وخطوط رفيعة. وصل التلفزيون شاشة بيضة وخطوط رفيعة. هوصل فيديو. بعد ما وصلت فيديو التلفزيون شغال تمام، ولكن عامل خطوط رفيعة وكل حاجة شغالة وكل الوظائف شغالة. كل الوظائف شغالة والشاشة موجودة والقنوات موجودة وكل حاجة تمام، ولكن شاشة بيضة وعامل خطوط رفيعة. الهرجة اللي موجودة في الإضاءة دي من الكاميرا، أما التلفزيون شغال طبيعي والشاشة ثابتة مكانها وخطوط رفيعة بكامل الشاشة وشاشة بيضة. هفك التلفزيون وأتابع العطل. هبدأ أتابع عطل التلفزيون. تلفزيون آتي إيه، شاشة بيضة وخطوط رفيعة. عطل التلفزيون ممكن يطلع عطل بسيط، وممكن يطلع نقطة لحام، ممكن يطلع فولت قاطع، ممكن يطلع شوكة الشاشة. كل أعطال التلفزيون اللي بعملها بتكون قدام الكاميرا، ومحدش يقول لي أنت بتعمل عطل بسيط وبتحطه. لا، ده مش عطل بسيط، أنا بعمل العطل أنت وحظك زي ما يجي. فعطل التلفزيون الحالي الكل يعتقد انه عطل بسيط، لان نقطة لحام في اللاين او قاطع على الفولت خاص ب 180 فولت او عطل في شوكة الشاشة. فانا هتابع العطل. كل احتمالات العطل هيقول لك لحام في اللاين. اولا اللاين هنا ملحوم وكل حاجة طبيعية، لحام واضح ومتلحم من قبل كده ومتزود لحام، ومفيش في اللاين اي مشكلة ولا في اي لحمات فاتحة. هطلع فوق على شوكة الشاشة. شوكة الشاشة شكله طبيعي جدا، مفيش في اي مشاكل، كل حاجة تمام، مفيش ملوحة ولا في اي حاجة، طبيعي. شاشة بيضة وخطوط رفيعة. العطل بيكون في 180 فولت أو في قطع في اللاين. هشغل التلفزيون وأتابع. حاليا وصلت. أفتح حاليا فتح. التلفزيون اشتغل تمام ولا ما عملتش اي حاجة؟ حاليا ما عملت اي حاجة والتلفزيون اشتغل تمام. والقائمة الوان طبيعية، شاشة واضحة، ما عملتش اي حاجة في التلفزيون. فكيت التلفزيون بس بمجرد ما فكيته وشغلته تاني اشتغل معايا تمام. طب عطل التلفزيون احاول احرك المكنة من مكانها. لما حركت المكنة من مكانها عمل شاشة بيضة وخطوط رفيعة. في حاجة بتعلق، في حاجة بتعلق في التلفزيون. هحاول أحدد القطعة اللي بتعلق وأتابع العطل. تلفزيون آتي إيه 21 بوصة. عطل التلفزيون خطوطه رفيعة وشاشة بيضة. عطل التلفزيون مش هيبعد عن 180 فولت. التلفزيون بحالته، كل حاجة طبيعية، مفيش في أي مكشفات منفوخة ولا أي حاجة. بحاول أحدد المكان اللي بيعلق منه اللوحة، ولكن مهما كان عطل التلفزيون مش هيبعد عن خط 180 فولت، مع إن اللاين إعادة لحام من قبل كده واللحام جامد
ولكن انا هعمل اعادة لحام من تاني واكد على خط 180 فولت. خط 180 عليه لحام قبل كده، ولكن انا علشان اكد لحام هعمل شلك توصيل من اللاين نفسه الى موحد الخاص بتقضية 180 فولت. وانا بلحم حاسس ان في ان طرف اللاين بيفك من مكانه، دليل على انه بيعلق. وهنا هوصل طرف السلك بالموحد الخاص بال 180 فولت، حاليا وصلت تقضية 180 بسلك امان بعيد عن سلك اللوحة، عشان سلك اللوحة واضح انه بيعلق. بعد ما عملت اعادة لحام على خط 180 فولت وعملت اعادة توصيل، هبدأ اشغل التلفزيون. اشغل حاليا وصلت، اوضح التلفزيون في حالة الستاند باي الليد احمر، افتح التلفزيون فتح طبيعي مفيش في اي مشكلة. والقائمة احاول حرك الشاشة من مكانه، احتمال يعلق تاني. كل حاجة تمام مفيش في اي مشكلة، كان بيعلق حاليا بقى طبيعي مفيش اي مشكلة. اوصل فيديو. بعد ما وصلت فيديو النتيجة الوان تبعية، التلفزيون شغال تمام. سبب العطل قطع في خط 180 فولت من اللاين لتغذية شبكة الشاشة. التلفزيون شغال زي الفل،